سميتي عبد السميع بكار، كنبغي نشكر جمعية الهود على هاد المبادرة اللي داروا فينا، عطاونا فيها طابليطاج باش نتابعوا فيها الدروس ديالنا. كنوجه شكر خاص لابناء هاد الوطن جمعية الهودة والناس الفاعلين الجمعويين اللي كيديروا الخير في الناس، وبالتاكيد هاد الشهر غادي يساعدنا فهمتيني بنسبة كبيرة باش غادي نقدروا نقراو في الظروف المأساوية. وكنوجه تحية للملك، عاش الملك. كنشكروا هذه الجمعية، جمعية الهدى، اللي عطاتنا هذه البادرة الطيبة ودات مبادرة طيبة، كنشكرهم عليها اللي عاونوا وليداتنا بالطابليطات، وكنشكرهم بزاف في هذه المناسبة. وكنشكروا على السيدة غالية علينا ماما عائشة، هي اللي هي السبب ديال المسكينة اللي وليداتها هما راه وليداتها وليدات، وهي اللي كدير بزاف ديال الخير مع الوليدات ومع جميع الناس ديال درب السلطان كاملين. وكنشكروا جمعية الهدى بزاف، وشكرا شكرا بزاف، وكنشكركم بزاف. شكرا جمعية الهدى. جمعية الهدى مشكورة جيدا على الأعمال اللي كتقوم بها هذه الجمعية هذه في دعم هاد التلاميذ الفقراء والمحتاجين. بصراحة بادرة طيبة اللي جعلت أن هاد الوليدات هادو يكملوا الدراسة ديالهم في المنازل ديالهم في ظل هاد الظروف اللي كنعانيو منها كمغاربة واللي كيعاني منها العالم بأكمله. وكنتمنى من الله العلي القدير يوفقنا جميعا للخير. بصفتنا كأعضاء لجمعية الهدى بمنطقة الفيضة مرسلطان السلطان، قمنا بعملية انتقاء مجموعة من التلاميذ اللي كيعانيو في وضعية هشة وصعبة اللي صعب عليهم باش يقوموا بالتمدرس عن بعد، وقمنا بإعطائهم مجموعة من الهواتف النقالة ومجموعة من اللوائح الإلكترونية، وهذا في إطار التدابير الاحترازية باش يبقوا في البيوت ديالهم، واللي قامت مجموعة الأوامر وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وكل هذه الامور تحت الرعايه ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف كتعرفوا جمعيه الهدى ارتأت الى ان تقوم بهذه المبادره الا وهي توزيع 1000 هواتف نقاله من فئه التابلت، واليوم قمنا بتوزيع بعض الهواتف على التلاميذ وتلميذات منطقه بالفيدا او عفوا بالمرسلطان. المناطق اللي قمنا بالزيارة ديالها الآن البلدية، مقاطعة قصرية، والحمد لله الآباء والتلاميذ كانوا فرحانين بهذه البادرة، وشكروا بزاف جمعية الهدى للأعمال الاجتماعية. والغد إن شاء الله غنقوم بتوزيع هواتف أخرى بعدة مناطق باش نحاولوا أننا نكملوا منطقة الفيدا مرسلطان مشوار كامل إن شاء الله.